كيو. تحية طيبة لجميع المتابعين وغير المتابعين. اليوم راح نتحدث عن توقعات الأبراج الصينية في عام 2022 وتحديدا في سنة النمر اللي راح تبتدئ بتاريخ الأول من شباط فبراير. لكن قبل لا نبتدئ بتحليلنا إلى كل برج على حدة، راح نتحدث عن سنة النمر بشكل عام. سنة النمر هي سنة الانقلابات وسنة الثورات وسنة التحرر. النمر من الشخصيات اللي يحب الحرية، النمر من الشخصيات اللي يمتاز بالقيادة، يمتاز بالشجاعة. النمور هم الشخصيات اللي أسميها الضباط، العساكر، الشرطة، القانون بشكل عام. يعني هذه سنة في سنة النمر العبثيون ما راح يقدرون أن يتخطون الخطوط الحمراء. القانون راح يأخذ مجراه بشكل صحيح. سنة راح يكون بها حسم وحزم لأمور كثيرة متعددة. النمور خمسة أصناف. إحنا في 2022 راح ندخل بالصنف المائي، وهذا يعني أنه السنة راح تقودنا إلى كل شيء له علاقة بالمياه. ممكن نشهد حالات من الجفاف، وممكن نشهد أيضا حالات من الفيضانات مثلا. يعني المياه راح تكون لها صورة كبيرة جدا في سنة النمر. خلينا ندخل بالأبراج الصينية اللي ارتفعت أو راح ترتفع عفوا في سنة النمر، والأبراج اللي راح تواجه انخفاضات معينة، وهنالك أبراج راح تكون متوسطة. طبعا أفضل الأبراج الصينية هم موالد برج النمر بالدرجة الأولى، لأن هي راح تكون سنتهم، فراح يكون عندهم التحولات والتغيرات بشكل إيجابي على الجانب العاطفي، الجانب المهني، الدراسي، الجانب المالي، وحتى الصحي، في كل الجوانب. النمر راح يكون عنده النجاح بشكل هائل، ولهذا موالد برج النمر اللي قاسوا بالسنوات الماضية راح تكون هذه السنة هي سنتهم بامتياز. بالدرجة الثانية ننطي لبرجين، وهذه البرجين بمناصفة، اللي هم موالد برج الكلب وموالد برج الحصان. طيب لماذا برج الكلب؟ موالد برج الكلب معروفين بالإيموجن العالي، ومعروفين بالصدق والوفاء، وهذه من الصفات اللي يعتز بها مولد برج النمر، بل هي موجودة أساساً ضمن صفات برج النمر اللي هي الوفاء والإخلاص، إضافة إلى الصدق، المصداقية والصراحة. ولهذا النمر سوف يدعم الكلب بهذه السنة لهذه الصفات الموجودة أساساً في برج الكلب. أيضاً من الأبراج اللي راح تصعده برج الحصان مناصفة مع الكلب. وهنا نرجع للحصان، لأنه من الأبراج المثابرة والأبراج اللي أسميها الحتمية، عفواً الأبراج الحدية، واللي تحسم الأمور بشكل واضح. الحصان لا يعرف اللف والدوران، الحصان واضح صريح صادق. والحصان هم العسكر، يعني العسكر والقادة أغلبهم من موالد برج الحصان، فبالتالي راح يواجهون نجاحات كبيرة في سنة النمر، والنمر سوف يبتسم لهم بشكل إيجابي. من الأبراج الأخرى اللي أيضا راح تصعد في سنة النمر هم مواليد برج التنين، والتنين من الأبراج اللي يهتم، أو بشكل آخر هم الأبراج الناجحة أسميها، لأنه يهتمون بالأمور اللي لها علاقة بالبهرجة، الأمور اللي لها علاقة بالأضواء، وهذه من الصفات الجيدة والإيجابية لموالد برج النمر. بالتالي النمر يدعم بشكل إيجابي مواليد برج التنين، فراح تكون عندهم حظوظ كبيرة وإيجابية. بالمناسبة التنين أيضا يعني مودرن، يحب البهرجة، يحب المسرح، يحب السينما، فبالتالي هذه أيضا من الصفات اللي جيدة وموجودة عند مواليد برج النمر، فراح يدعم التنين بيها بشكل إيجابي. من الأبراج اللي أقدر أقول متوسطة أو فوق الوسط بقليل هي ثلاث أبراج، الحية والفأر والبقرة. مولد برج الحية يهتم بالبهرجة، يهتم بالإتيكيت، يهتم بالشياكة، يهتم بالأضواء. الحية رأس الحكمة، هذه كلها أمور إيجابية تدعم مولد برج الحية في سنة النمر، أو بمعنى صح النمر يبتسم إلى الحية في هذه الأمور. لكن المراوغة
والتحول اقدر اسميه اللي موجود عند مولود برج الحيه، الحيه من الابراج ايضا اللي يكون يهتم بمصالحه ويلون جلده اعتمادا على المكان والزمان. النمر حدي، ما يحب التلون وما يحب التغيرات لغرض المصلحه ولغرض الهدف. فبالتالي مولود برج الحيه ايضا يعتبر من الابراج اللي راح يبتسم الى سنه التنين تبتسم، عفوا سنه النمر تبتسم له باوقات معينه، وراح يواجه بعض المتاعب في اوقات اخرى. برج البقره، هؤلاء يبتسم لهم النمر لانهم من الابراج اللي اسميها مثابره. النمر يحب المثابره، وبالتالي البقره مثابره. البقره من الشخصيات اللي عنده هدف يسعى له، فعنده طموحات ايضا. البقره معطاء، والبقره ايضا حنون. هذه كلها من الصفات اللي يبتسم لها النمر في سنته، وبمعنى صح هي من الصفات المشتركه ايضا بين البقره وبين النمر. لكن النمر لا يحب ولا يرغب الى راديكاليه البقره. البقره يكون ريفي، يحب الامور القديمه، يحب التقاليد العادات. النمر يريد بهرجه، النمر يريد سرعه بالحركه. البقره يكون هادئ، مخطط سهل وسلس اقدر اسميه بهدوء. فبالتالي الراديكاليه والافكار اللي اقدر اسميها تقليديه الموجوده عند البقره تزعج النمر، ولهذا راح تكون عنده مولود برج النمر عنده اوقات ايجابيه واوقات عفوا مولود برج البقره في سنه النمر راح يكون عنده اوقات ايجابيه واوقات اخرى راح تكون غير ايجابيه او عليه بذل مجهود. من الابراج الاخرى اللي ايضا راح تكون متوسطه في سنه النمر او فوق الوسط بقليل مولود برج الفاره. بشاشه الفاره، طيبه الفاره، جماليه الفار، يعتبر من الابراج اللي مولود برج النمر يعشق هذه الصفات الموجوده عنده. فبالتالي هذه راح تخدم مولود برج الفاره في سنه النمر. لكن المشكله الموجوده عند الفار انه انتهازي، متسلق على اكتاف الاخرين، وبالتالي هذه من الصفات اللي تعتبر سلبيه، ما يدعمها النمر او ما يحبها بشكل عام. فراح نشوف مولود برج البقره عفوا الفاره باوقات معينه عنده ايضا ارتفاعات، وباوقات اخرى راح يكون عنده انخفاضات معينه في سنه النمر. الابراج اللي اقدر اسميها وسط او تحت الوسط بقليل، برجين بالمناصفه، مولود برج الخنزير والعنزه. الخنزير طيب، مسامح، معطاء، هذه كلها صفات جيده، صفات يحبها مولود النمر ويدعمها. لكن النمر يكره المستسلمين والمسالمين الى ابعد الحدود. النمر يكره الشخصيات المستغله من قبل الاخرين. ومولود برج الخنزير من الابراج المعطاء اكثر من اللازم، بالتالي هي عرضه للاستغلال من الاخرين بسبب يعني مسالمتهم لدرجة عالية جدا. فبالتالي النمر ينزعج إلى هذه الصفات، فرح يواجه مولود برج الخنزير بعض المتاعب في سنة النمر، لكن راح يواجه أيضا انفراجات حلوة بالأخص في نهاية السنة. العنزة مناصفة مع الخنزير أيضا من الأبراج المسامحة، من الأبراج العاطفية بشكل كبير جدا، بحيث أنه ممكن أيضا تكون عرضة للاستغلال. مشكلة العنزة وجود العناد الموجود عندهم، وجود الازدواجية والمزاجية عند العنزة. فبالتالي هذا أيضا من الصفات اللي ما يرغب، فراح يواجه مولود برج العنزة بعض المتاعب. لكن في نفس الوقت العنزة أيضا راح يواجه أوقات إيجابية وجميلة، لأنه يعشق سلاسة العنزة، ويعشق أناقة العنزة، ويعشق جمالية وبرفان العنزة. العنزة الفنانين أقدر أسميهم الأدباء، الموسيقيين، الاشخاص ذوي الايموجن الجميل والحس المرهف. فهذه ايضا راح تدعم مولود برج العنزه في سنه النمر، ولهذا نقدر نقول عنده اوقات ايجابيه واوقات اخرى راح تكون سلبيه وبها تعب معين. الابراج اللي اقدر اقول هي تحت الوسط وبها انخفاضات معينه، مواليد برجي الدجاجه والارنب او القط. ليش الدجاجه؟ رب سأل يسأل. الدجاجة من الأبراج المثابرة، الدجاجة من الأبراج اللي عندها ترسم هدفها وتسعى له بـ بـ بـ
بكل ما تمتلك من الطاقات والامكانيات، وغالبا ما يصل الى هدفه. لكن مشكله مولود برج الدجاجه انه لا يعترف بجميل الاخرين. يعني الدجاجه اذا يقول لك اني اللي وصلت له هو بتعبي وبمقاساتي بشكل منفرد. اي شخص يقدم مساعدات لبرج الدجاجه ما يؤخذ بنظر الاعتبار في نظر الدجاجه طبعا. فبالتالي عدم الاعتراف بفضائل الاخرين هذا يزعج مواليد برج النمر. من جانب اخر مولود برج الدجاجه من الشخصيات اللي عنيده جدا، وعناده يصطدم مع عناد النمر. اغلب ما يكون عنادهم يعني بصلافه بمعنى بهالمعنى هذا، يعني قد يفرق عناد الدجاجه عن عناد العنزه. الدجاجه عنادها بصلافه يكون، فبالتالي هو يدخل مع المواجهه مع مواليد برج النمر، ولهذا اقدر اعتبره يواجه متاعب في سنه النمر. البرج الاخر اللي هو مناصفه مع برج الدجاجه واللي ايضا يعتبر الابراج اللي تحت الوسط او منخفض نقدر نقول، هم مولد برج الارنب. وهنا لما نتحدث عن الارنب هو نفسه مولد برج القط، يعني لما ندخل على الابراج الصينيه نلقى الارنب هو نفسه بالابراج التايلانديه اللي هي ايضا صينيه نفسها، لكن عند التايلانديين وعند الفيتنام وعند الاسيويين راح يسمى بالقط. مولود برج الارنب يمتاز بالدبلوماسيه بالحساسيه العاليه، والنمر حدي، النمر مو دبلوماسي، النمر حدي يعني نمر عسكري. من جانب اخر الارنب اغلبهم شخصيات ما تمتاز بالشجاعه، يعني ما عندهم حب روح الاقدام والدفاع عن حقوق الاخرين، وحتى ان وجدنا بعض الارانب فنشوفهم من اماكن بعيده، يعني ما يعرف نفسه للمخاطره في سبيل الاخرين. اما النمر شجاع، النمر مقدام، النمر يدخل في اكثر المعارك والمعمعات في سبيل الحق او في سبيل هدف معين. فبالتالي النمر لا يحب الشخصيات الغير شجاعه والغير مقدامه، فالارنب يواجه متاعه في سنه النمر. من جانب اخر واحده من ضمن الصفات ايضا اللي ما يحبها مولود برج النمر والموجودة عند الأرانب أنه لا يعترفون بالجميل من جانب، ومن جانب ثاني يكون عادة يهتمون فقط في مصالحهم. والآن حتى لو نأخذ بشكل بسيط جدا القط، يعني القط يهتم فقط بمصلحته. اليوم القط إذا وجد مصلحته في إيش قد ما تعطي للقط، بمجرد أن يلقى مصلحة معينة عنده في بيت آخر نشوفه تحول او تركك وراح الى ذلك البيت. فبالتالي صفه الوفاء ما موجوده عند مولود برج القرد، عفوا مولود برج القط او مولود برج الارنب. وهذه من الصفات اللي ينقتها مولود برج النمر وفي سنته ما يدعم الاشخاص الغير اوفياء. اكثر الابراج اللي راح تتعب في سنه النمر هم مولود برج القرد. وهنا لما اتحدث عن القرد، عندنا القرد الذكر وعندنا القرد الانثى. طبعا القرد الذكر راح يتعب اكثر لان مولد برج القرد الذكور هم ذوي افكار تجاريه، عندهم عقليه اقدر اسميها عقليه ذات بزنس مالي بشكل رائع جدا، لكن مشكلتهم انهم يمتازون بالانانيه، وعنده مولود القرد عنده استعداد ان يضرب كل شعر الحائط في سبيل مصالحه. وبالتالي هذه تعتبر من ضمن الامور السلبيه اللي يكرهها النمر. النمر شجاع وصريح وواضح، ويعترف بجمال الاخرين او يعترف ايضا بالاشخاص اللي يساعدوه ويقف معهم. القرد لا، القرد يمتاز بالصفاقه، مصلحته فوق كل شيء، عنده استعداد ان يحتال في سبيل مصالحه. فبالتالي راح يواجه متاعب كثيره في سنه النمر. اما القرد الامراه او اقصد الانثى، هنا الحاله يعني تكون اقل يعني من الرجل القرد بالمتاعب في سنه النمر، لكن ايضا هي تعتبر من ضمن الابراج اللي المنخفضه في سنه النمر، لانه هذه الامراه تمتاز بالطفوليه
بالعاطفة الأكثر من زائدة عن حدها، ومن السهولة الضحك عليها. والنمر لا يتفاعل مع الشخصيات الضعيفة أو الشخصيات اللي السلسة البسيطة جدا اللي ممكن أن يضحك عليها أو تستغل بشكل سلس بسبب لطافتها أو بسبب بشاشتها أو حتى بسبب بهلوانيتها بين فترة وأخرى. فبالتالي راح تكون أيضا من ضمن الأبراج المنخفضة. طبعا هو حتى الانخفاض هذا أيضا ما يعتبر انخفاض إلى درجة كبيرة جدا، أيضا راح تكون هناك أوقات معينة بها إيجابيات لجميع الأبراج الخاصة في سنة النمر. تحياتي للزميل العزيز الإعلامي سمير سامي، هو المصور وهو المخرج، وتحياتي تقبل فاق مودكيوم. هذه مني لكم أحلى وأجمل وأنقى روزفلد.